مراسلة القاهرة الإخبارية ولاء السلامين تنضم إلينا من رام الله. ولاء، ما جديد ما يجري لديك وهذا التصعيد الذي يستمر لليوم الرابع على التوالي من انطلاق هذه العملية العسكرية الإسرائيلية شمال الضفة؟ نعم، ستحدث عما ورد من أخبار عاجلة في مدينة جنين. الآن ما زالت قوات الاحتلال تقوم بقصف عدة مباني بقذائف الإنيرجا داخل مدينة جنين ومخيمها. نتحدث عن إيقاع قوة من جيش الاحتلال بكمين محتم من قبل الحصار الإسرائيلي داخل مخيم جنين في حائل الجبلية. وهناك تداول على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى على المواقع الإسرائيلية تتحدث عن مقتل أحد الجنود وأصيب آخرين بعبوات ناسفة محلية الصنع. أيضا نتحدث عن أن قوات الاحتلال لازالت العملية العسكرية في مدينة جنين ومخيمها، وتصل بين الحين والآخر تعزيزات كبيرة جدا إلى مخيم جنين والمدينة، ويسمع دوي انفجارات ضخمة من داخل أزقة مخيم مدينة جنين. ولازالت الاشتباكات المسلحة ما بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال على أكثر محور، سواء من حارة الدمج وأيضا حارة الجبريات، حيث هذين الموقعين تحتكم الفصائل الفلسطينية على إيقاع الاحتلال الإسرائيلي في كمائن للعبوات الناسفة محلية الصنع شديدة الانفجار في تلك المنطقة. إلى حين ذلك قامت قوات الاحتلال بمحاصرة منزل في قرية كفردان، وتم يعني لم تتم هناك أي صدور أخبار إذا ما كان هناك أحد المقاومين داخل هذا المنزل أو حتى انسحاب قوات الاحتلال من تلك المنطقة. ولكن الجدير بالذكر أن قوات الاحتلال تحكم السيطرة على مدينة جنين ومخيمها والسواتر الترابية التي تغلق المدينة والمخيم. أيضا نتحدث عن مدينة الخليل، الآن تغلق المداخل والمخارج والشارع الالتفافي شارع 90 في تلك المنطقة، والحرم الإبراهيمي تغلق قوات الاحتلال حتى إشعار آخر. جاء ذلك على خلفية أن قوات الاحتلال أو حتى كان هناك انفجار في منطقة ومستوطنة غوش عطسيون، وهي ما تقع ما بين مدينة الخليل ومدينة بيت لحم. وأيضا كان هناك تسلل لأحد المواطنين حسب دعم قوات الاحتلال، وقام بعملية دس وإطلاق النار على أحد المستوطنين في داخل المستوطنة. في حين ذلك تقول قوات الاحتلال أنها ما زالت تعمل على التفتيش والبحث عن من هو الذي صنع هذه العبوات المتفجرة من مدينة الخليل، لذلك تحكم السيطرة على تلك المناطق. وانتشار القناصة على أبو رمان مدينة الخليل، كل ذلك التصعيد يجري ما بين الحين والآخر في شمال الضفة وجنوبها. وأيضا في مدينة رام الله والبيرة كان هناك اقتحام لقرية كفر عين وأيضا بلدة بيت ريما، ولكن انسحبت قوات الاحتلال دون أن يكون هناك وقوع إصابات أو حتى اعتقالات في صفوف المواطنين. شكرا جزيلا لك مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله ولاء السلامين.